بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الإسراء جاءتا بعد قوله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الآية. يقول جل وعلا مذكرا عباده المؤمنين بمآلهم في الدار الآخرة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ما المراد بإمامهم؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. بإمامهم قيل بنبيهم، يدعون مع نبيهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإمام الأمة هو النبي ويشهد عليهم. وقيل بإمامهم بكتبه، بكتابهم الذي نزل على النبي. وقيل بكتب أعمالهم الصالحة والسيئة. وقيل بإمامهم الذي يقتدون به في هذه الدنيا، سواء كان برا أو فاجرا. ندعو كل أناس بإمامهم، فإمام المتقين الذين يخشون الله هم الأخيار، وإمام الفجار منهم وهو رئيسهم وزعيمهم. وهكذا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقيل بإمامهم بأمهم، ندعو كل أناس بأمهم. ولما يدعون بأمهم وتترك آباؤهم؟ قالوا لأجل عيسى بن مريم أنه يدعى بأمه، ولأجل إظهار شرف الحسن والحسين يدعون بفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقيل للستر على أولاد الزنا، وقيل غير ذلك. واختار الإمام ابن جرير رحمه الله القول الأوسط بإمامهم بكتب أعمالهم الخيرة والشريرة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فالإمام هو الذي يكتب فيه الخير ويكتب فيه الشر.
ويكون إماما في الشر وإماما في الخير. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. من أخذ الكتاب باليمين فهذا يلبس تاج الوقار وتاج اللؤلؤ، تاج على رأسه كشكله كاللؤلؤ على رأسه، ويأخذ كتابه بيمينه ويمد في جسمه إلى أن يكون 60 ذراعاً طولا على صورة خلق آدم عليه السلام. ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي أعطي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. الذي يأخذ بكتابه بيمينه يرفعه إلى الملأ ويقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، كما جاءت في الآية الأخرى. فالذي يأخذ الكتاب باليمين هذه علامة السعادة، ويراه قومه من بعد فيقول: اللهم أتنا بهذا وبارك لنا فيه. فإذا جاءهم سلم عليهم وقال: أبشروا فلكل واحد منكم مثلها ما أعطيت. وأما الشرير الفاجر فيسود وجهه ويزاد في جسمه إلى أن يكون 60 ذراعا، ويلبس تاج يفضحه أمام الملأ، ويراه قومه من بعد فيقول: اللهم لا يأتينا هذا، اللهم اخذه وأبعده عنا. فإذا به يقف عليهم ويقول: أبشروا فلكل واحد منكم مثلي أو أردى أو أخس. فالإمام هو الكتاب المكتوب به الحسنات والسيئات، فمن وجد كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. يقرأه القارئ والأمي وكل إنسان يقرأ كتابه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت تحاسب نفسك وتعلم مآلك وتعلم كيف عملت هذه الأعمال، تتذكرها. كتابه بيمين فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم بقدر الفتيل. والفتيل هو الخيط الذي في ظهر النواة الممتدا على الفتحة التي فيها خيط في وجه النواة، يدل على أن الناس كلهم يأخذون حقوقهم كاملة ولا يظلمون فتيلا. وجاء في القرآن الفتيل والقطمير والنقير، وكلها في النواة، كلها في النواة. فالقطمير هو الغلاف الذي عليها السلب الأبيض، والنقير هو النقرة التي في ظهرها، والفتيل هو الخيط الذي في وجه النواة. هذا دليل على قلة الظلم، وأنه معدوم لا يظلم ولو هذا بمقدار هذا الشيء الحقير. ثم قال جل وعلا: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق، لا يبصر الحق ولا يراه،
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أبعد عن الهدى والخير، لأنه رفض أن يستجيب لنداء الله في الدنيا الذي ممكن أن يتوب فيه ويتوب الله عليه، ممكن أن يستعتب، ممكن أن يسأل الهدى والتوفيق والسداد فيعطاه. فإذا كان في هذه الحال أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أبعد عن الصواب. وقيل ومن كان في هذه أعمى، يعني لا يريد الحق ولا يستبصر به، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فهو في الآخرة لا يرعوي ولا يستجيب، ولو استجاب ما نفعه ذلك. فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أبعد كل البعد عن طريق الخير. اقرأ. يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم، وقد اختلفوا في ذلك، فقال مجاهد وقتادة أي بنبيهم، وهذا كقوله تعالى ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط الآية. وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيه، السلف هذه بشارة لأهل الحديث، لأن أهل الحديث إمامهم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بشارة لهم بالفوز والسعادة في الدار الآخرة. وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم، واختاره ابن جرير، وروي عن مجاهد أنه قال بكتابهم، فيحتمل أن يكون أراد ما روي عن ابن عباس في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم. وهذا القول هو الأرجح، لقوله تعالى وكل شيء. الذي رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله، قال بإمامهم بأعمالهم بكتاب أعمالهم. وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال في إمام مبين هنا في كتاب بين واضح. نعم. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية. ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به، فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام، وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وفي الصحيحين لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع ما كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديث. وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا يعني لا نكتب أعمالكم، هذا كتاب أعمالكم كنا نكتبها أولا بأول، ما يضيع منها شيء. وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي صلى الله عليه وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته، فإنه لا بد أن يكون شاهدا على أمته بأعمالها، كقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولكن هذه الآية التي في سورة النساء والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أنت تعرفه كله ما يحتاج أني أقرأ عليك، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت عليه من صدر سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك يكفيك هذا، يعني يكفي. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام من قراءة عبد الله بن مسعود، فإذا عيناه تذرفان بالبكاء خشية الله جل وعلا. نعم. وقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ولكن المراد هنا بالإمام هو كتاب الأعمال، ولهذا قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرؤون يقرأه ويحب قراءته، كقوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، هاؤم اقرؤوا كتابيه يرفعه يريه الملأ لأنه مسرور بما فيه، هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الآيات. وقوله تعالى ولا يظلمون فتيلا، الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. شق النواة العبسة، يعني عبسة التمر، الخيط الذي في الوسط هذا هو الفتيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاجا من لؤلؤة يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا، فيأتيهم فيقول لهم أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا، وأما الكافرون فيسود وجهه ويمد له في جسمه، ويراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا اللهم لا تأتنا به، فيأتيهم فيقولون اللهم أخزه، فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وقوله تعالى ومن كان في هذه أعمى، أي في الحياة الدنيا أعمى، أي عن حجة الله وآياته وبيناته، فهو في الآخرة أعمى، أي كذلك يكون، وأضل سبيلا، أي وأضل منه كما كان في الدنيا، عياذا بالله من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل من هم بذنب في مكة يكتب عليه ذلك الإثم؟ جاء في الحديث الصحيح من هم بفعل حسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة، ولا يضيع على الله أحد، فعلى العبد أن يجتهد في الطاعات ويستمر في العمل الصالح، فإن العبد إذا هم بالحسنة ولم يعملها تكتب له حسنة كاملة، وإذا هم بالسيئة ولم يعملها لا يكتب عليه شيء. وهذا الذي هم بالحسنة هم بالسيئة ولم يعملها لا يكتب عليه شيء، سواء كان في مكة أو غير مكة. اللهم إلا الهم بشيء يتصل بالمخلوقين بالناس يتصل بالأمة، فهذا قد يؤاخذ عليه، كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فرق بين الهم بالسيئة التي تتعلق به نفسه فإذا تركها كتبت له حسنة كاملة،
وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. أما الهم بالعمل الضار للمسلمين عموما من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول السائل: عمرات الرسول كانت في ذي القعدة، من اعتمر في ذي القعدة أصاب السنة؟ السنة في العمرة أنها على طول السنة، ليست في ذي القعدة وحدها، بل كل السنة وقت للعمرة، لكن صادف أن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في شوال وبعضها في ذي القعدة، ورجع عن التي في شوال فلم يتيسر له إتمامها. يقول السائل: أنا لا أستطيع قراءة الفاتحة والإمام يقرأ بالصلاة الجهرية، هل تلزمني قراءتها؟ نعم، الأولى أن لا تقرأ إلا إن سكت الإمام، فتقرأ بسكتات الإمام الفاتحة، لكن تترك الإمام يقرأ وأنت تقرأ لا يليق بك ذلك ولا يجوز. يقول السائل: إذا دخل رجل للمسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر يخطب، فالسنة يجلس أم يصلي ركعتين؟ السنة أن يصلي الركعتين حتى وإن كان الخطيب على المنبر يخطب. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فصلاة الركعتين واجبة تحية المسجد. ودخل داخلنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب: أصليت ركعتين يا فلان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين. فهذا ظن أنه لا يسوغ له أن يصلي ركعتين والإمام يخطب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي ركعتين. يقول السائل: ما هي حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمتع أم قران؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ومن ساق الهدي فلا يسوغ له التمتع بالعمرة إلى الحج، وإنما يلزمه أن يكون القران، يطوف طواف القدوم ليس طواف ركن، ويسعى سعي الحج إن شاء، ثم يوم الحج الأكبر الذي يوم النحر يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجه كان قارنا، وهكذا ينبغي لمن ساق الهدي أن يكون قارنا أو مفردا، فلا يسوغ له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. وأما الأفضل من الأنساك الثلاثة، الأفضل على ما قرره العلماء رحمهم الله التمتع، لأنه عليه الصلاة والسلام وإن كان قارنا لأنه ساق الهدي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو أني فركرت بما أنتم فيه لاخترت نسوككم التمتع بالعمرة إلى الحج، لكن سوقي الهدي منعني من التحلل. فأفضل الأنساك التمتع ثم القران، وقيل التمتع ثم الإفراد ثم القران، وقيل غير ذلك. يقول السائل: قدمت إلى مكة ودخلت إلى الحرم، وبعد صلاة الظهر وعند أذان العصر صليت الظهر قصرا، هل عملي صحيح؟ عملك صحيح إن كنت مسافرا في حال إقامتك في مكة، لا تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام فعملك صحيح. أما إذا كنت بعدما وصلت مكة تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام في مكة فلا يسوغ لك الجمع ولا يسوغ لك القصر،
لا يسوغ لك لا هذا ولا هذا، لأنك وصلت إلى البلد الذي تريد. يقول السائل: من المعلوم أن القرآن الكريم لم يتم جمعه إلا في مصحف واحد في خلافة عثمان رضي الله عنه، والسؤال: كيف كان يقرأ الحجاج القرآن قبل ذلك خاصة الذين لا يحفظون؟ القرآن من تسهيل الله جل وعلا له وتيسيره لعباده أن جعل العربي والعجمي يقرأه بسهولة ويسر، يقرأه العجمي بسهولة ويسر كما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو كما سمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يحتاج إلى ترجمة، وإنما الترجمة للتفسير، فالمترجم ليس القرآن، وإن المترجم تفسير القرآن. يقول السائل: هل يجزئ عن فدية عمل المحظور في العمرة الصيام لمن لم يجد دم؟ العمرة كالحج سواء بسواء، العمرة هي الحج الأصغر، فما لزم من محظور في الحج فإنه يلزم في العمرة، وما وفدية الحج وفدية المحظور في الحج كفدية الحج العمرة إذا وقع فيه، فإذا أدرك الحج وحج وفعل محظورا فإن المحظور يتفاوت، وإن وكذلك محظورات العمرة كذلك سواء بسواء. فالصيام يجزئ في العمرة كما يجزئ في الحج. يقول السائل: أنا مقيم في مكة وقد اعتمرت أكثر من مرة وأنوي الحج، وبعد الحج سأرجع إلى بلدي، فهل علي هدي؟ إذا كنت قدمت إلى مكة قريب في شوال أو نحوه أو قريبا منه فاعتمرت ثم حججت من نفس السنة، فعليك هدي التمتع. أما إذا كنت قادما إلى مكة من العام الماضي وأنت مقيم في مكة، وإن كنت تنوي السفر بعد الحج فأنت من حاضر المسجد الحرام ما دمت لم تغادر مكة. يقول السائل: ما هو الأفضل، الأذان أم الصلاة بالناس؟ اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة، فقال قوم: الإمامة أفضل، لأنه تولاها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ولم يتولوا الأذان. وقال آخرون: الأذان أفضل من الإمامة، وإن كانت الإمامة تولاها النبي صلى الله عليه وسلم دون الأذان، فالأذان لم يتولاه لأنه مشغول عنه. والأذان يختلف عن الإمامة، الإذان يجب أن يكون مهتما به المرء من حين دخول الوقت ويؤدي، بخلاف الإمامة، فالإمامة لو جاء عند إقام الصلاة وأقيمت الصلاة له وصلى لا بأس. فالظاهر والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، يدل هذا على أن المؤتمن أفضل من الضامن، فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. يقول السائل: ذكر في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم النحر وعن الصماء، ما هو الصماء؟ هذا تقدم أمس. يقول السائل: إذا كان الحاج لا يستطيع ذبع الهدي ولا يستطيع الصيام لأنه مريض، ماذا عليه؟ عليه الفدية إذا استطاع، متى ما استطاع الهدي، وإذا لم يستطع فعليه الصيام ويبقى في ذمته حتى يستطيع ذلك. يقول السائل: هل يجوز لي أن أذكر الله في جميع أحوالي من قراءة القرآن وغيره من الأذكار؟ يجوز لك أن تقرأ القرآن وأن تذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، إلا في الحالات التي ينزه
قراءة القرآن عنها أو الذكر كحالة الجماع وحالة قضاء الحاجة البول والغائط، هذه يجب على الإنسان أن يسكت. أما إذا كان ذكر الله فيجوز في جميع الأحوال ما عدا هذه الحال. يقول السائل: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن للجمعة، هل أصلي مباشرة أم أنتظر حتى ينتهي من الأذان وأصلي والإمام يخطب؟ أقول لك أخي، عليك أن تصف بالصلاة، تدخل بالصلاة وإن كان المؤذن يؤذن، لأن تفويتك الأذان والاستماع إليه أهون من تفويتك الخطبة، فعليك أن تدخل إذا دخلت أن تدخل بالصلاة مباشرة، وإن كان المؤذن يؤذن وفاتك الأذان، لأن فوات الأذان عليك أخف من فوات جزء من الخطبة وأنت تصلي. وكان شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يأمر من يمسك يده إذا دخل معه للخطبة أن يصف على طول مباشرة وإن كان المؤذن يؤذن. صلاة الضحى أيها الإخوة أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وأكثر ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 8 ركعات، يعني بسلام ثمان ركعات، ركعات كل ركعتين بسلام، وإن جمعها كلها بسلام واحد فلا بأس. وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل أذان الظهر، كل هذا الوقت لصلاة الضحى، وله أن يفرقها وله أن يجمعها في وقت واحد. يقول السائل: هل يجوز بيع السلعة بعملتين مثلا بسعودية وإماراتية؟ إيضاح ذلك: تكون قيمة السلعة 100 ريال سعودي فيدفع 50 سعودي و50 إماراتي. لا بأس بهذا، لأن هذا صرف حاضر، يصرف القيمة التي في الذمة بنقد حاضر يعطيه إياه في الحال. يقول السائل: هل الصف الثاني أفضل من الصف الثالث والثالث أفضل من الرابع وهكذا، أم الفضل خاص بالصف الأول فقط؟ لا، كلما تقدم وقرب من الإمام فهو أفضل مما خلفه. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.